هناك جاهزية ديال جميع المصالح الأمنية لتأمين هذا المهرجان الفني، مهرجان تيميتار اللي غيبدأ من ابتداء من اليوم 3 شهر إلى غاية 6 منه. يتظاهر فنية مهمة، المديرية العامة أرصدت عناصر موارد بشرية مهمة، كذلك موارد لوجستيكية لكي إنجاح التظاهرة في ظروف أمنية جيدة. كما تعرفون أن هذه التظاهرة غتتوفر على 3 ديال المنصات، المنصة اللي تنتواجدو فيها حاليا منصة ديال ساحة الأمان، كذلك المنصة ديال ساحة الوحدة، ثم الهواء منصة الهواء الطلق. كذلك هناك بروتوكولا أمنيا رصد لهاد التظاهرة أو هاد الدورة، دورة للعدد ديالها 16، رصد لها بروتوكول خاص من ناحية الدور الوقائي، كذلك الدور الزجري. الدور الوقائي تتمثل في دوريات أمنية تكون تتجول وتتوفر جميع المناطق الخاصة بهاد التظاهرة. كذلك هناك الدور الزجري لمحاربة الجريمة بجميع أشكالها. عميد شرطة ممتاز، رئيس المنطقة الأمنية ديال أكادير بالنيابة. كما حضرتوا الان العمليه ديال الكلمه اللي لقاها السيد وليد الامن على القوات المشاركه بما فيها القوات ديال المساعده، تتعرفوا بان هذا حفل ديال تيميتار في الدوره 16. المديريه العام الوطني بقياده السيد المدير العام الوطني رصدت امكانيات بشريه ولوجستيكيه مهمه لانجاح هذا الحفل الذي تعرفه مدينه اكادير والذي هو تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله نصره الله. اذا مصالح امن اكادير معباه ومجنده بجميع التشكيلات ديالها من اجل انجاح هذا الحفل واعطاء اشعاع لمدينه اكادير. تيميتار ولا موعد سنوي ديال الناس ديال اكادير، الجهه والزوار ديالها، ومصالح ولايه امن اكادير والامن الوطني يساهم بشكل فعال في تامين هذا الحفل بجميع الوسائل البشريه والتقنيه اللي كما شفتوا الان، بانه كاين الفرقه الجهويه للتدخل، كاين الدراجيين، الفرقه المتحركه للدراجيين، كاين الفرقه ديال المكلبه، كاين جميع الفرق التقنيه مسرح الجريمه من اجل تغطيه امنيه فعاله في اطار استراتيجيه امنيه اللي ديال المدينه والاستراتيجيه الامنيه اللي على البلاد ديالنا المغرب. اذا تنتمنوا النجاح لهذا كما كل سنه، والشرطه في خدمه
المواطن والشرطة تساهم في إنجاح التظاهرات الفنية. شكرا.